السلام عليكم. بصفتي عميد عجبة الضايعين يسعدني أن أفتتح جلسة الحوار المفتوح مع الأخ الجديد عبيد. تحية عبيد. يا هلا والله ومسهلا، يلا حي الشباب. وجمعان عاد شف انت وياه، هذا عبيد ما في غيره، كريم ولد كريم. وأنا صفير. وزيبان مرحبا ألف مرحبا ألف يا عبيد، عداد ما سرت من عندك لهني. جمعان وزيبان جاهدوا أسئلتكم. وأنا طايح من عينكم يعني؟ اللي سمع اسمه يسأل بس. أهم يا الوي. طبعا يا شباب نبدأ الجلسة. ألو، أيوة أسمع يا سارة. أقول لك هزولة يا شيخة مشاكين، هزولة دلوخ جمعان وزيبان يا غلابة بالمرة، لازم أنا بس أبغى مني خدمة تقنع المدير يتنازل عن الشكوى، خليه يقول إنه في سوء فهم في الموضوع. طيب أقنعته وتنازل عنهم وبعدين؟ يعني أنا تكذب علي وفي الأخير تطلع مصاحب هذول الناس اللو كلاس؟ لا تفهمي غلط أختي سارة، واسمعيني كويس. يعني شوفي، أي واحد زيهم يعني، واحد زي يعيش في هذه الطبيعة اللي فيها الناس الغلابة اللي زي جمعان وجيبان، يعني ظروفي وإنسانيتي تحكم أني أنا لازم أوقف معاهم. طيب طيب خلاص، راح أقنع مدير الشركة حقتنا يتنازل عنهم ويقول إن الموضوع كان سوء فهم، وبعدها راح أشوف حكايتي معك. إيه يا جمعان، أخيرا رجعنا لعزبتنا. تصدق يا ذيبان أني اقتنعت أن الأولين ما خلوا لنا شيء. وشلون يعني؟ ما همهم اللي قالوا، اللي ما عنده صديق اشتري له صديق. حرام، لو إن حمزة ما هو صديقه كان رحنا دورنا حمزة في السوق وشرينا. أيوه أتبهل العراسي وسوق أمه أنت، هو هذا النفاق، هذا النفاق اللي وداكم في آخر الدنيا. المهم أنا كلمت أصحابي المسؤولين في الدولة وطلعوكم من السجن. لا والله يا حمزة، لا نفاق ولا يحزنون، ومهما صار حنا ستر وغطى البعض. إي والله صدق ذيبان، قسم إنك صادق يا ذيبان. ستر وغطى يا شرشف أنت، هو ستر وغطى وأنتوا قاعدين تراقبوني من ورايا يا شباب، هاجي آخرتها وعاملين فيها فرقة وإنقاذ سريع وحول وسواقات. لا بس عملوا فيها حركات محقق فنان وشوية أكشن. كول. أنت يا واد آخر واحد يتكلم في الشقة يا لوي، نسيت أني كفيلك وجاي جحين تسترجل على راسي ومسوي لي أكشن؟ هذه جزاتي عشان قاعد ألطف الجو أضحككم، ولا شكلكم حتفركشوا العزبة؟ أقول لك فركشوا راسك يا كوعشان، لا تكون صدقت أنك تمثل ثورة التغيير الجديد في العزبة. والله أني مستحي يا ذيبان، كيف نشك في صديقنا حمزة ونتهمه أنه يروح يخسخس في فلة ما أدري وش أسميهم؟ قلت لك يا جمعان، قايل لك خل عنك الحس الأمني والتجسس، بس ما سمعت كلامي. العزبة، تمثيل ياسر الشمراني، درعان الدرعان، عليان العمري، فيصل الشهراني، أحمد إبراهيم، تأليف سعيد الأحمد، إخراج أيمن رزق.